يا شمس العشية أمهل لا تغيب بالله رفقا هيا اجتمادية. السلام عليكم عزيزاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الروتين ديالي مع بناتي تلبية لطلب العديد من الأخوات. اليوم ان شاء الله الاربع في العشيه ما كتقراش بنتي، وغادي نشارك معكم اشنو درنا من بعد ما دخلت من المدرسه. بدلات حويجاتها، لبست بيجامه ديال الدار والحويجات ديال المدرسه، كطويهم كما كتشوفوا، يعني عودتها انها تعتمد على راسها وتطوي حويجاتها وتجمعهم براسها. بنتي غتوجد لكم كيكه بالبرتقال، هانتوما بقاو معنا تشوفوا الطريقه باش غتصاوبها. هاكول عندي السكر كاسالي لك زيدي كدي مزيان، وغادي نزيد كاس ديال الزيت. درنا ثلاثه ديال البيضات وكاس سنيده وكاس ديال الزيت. يلا حركي حركي مزيان. غنزيدو كاس ديال الحليب، غادي نزيد الفاني وندير جوج ديال الخمارات، ومن بعد كنضيف الدقيق شويه بشويه شويه. ماما بشويه زيد، برافو فردوس تري بيان. وخصنا نشجعوا وليداتنا يعني ونخليوهم يعاونونا، حيت ملي كيتعودوا على المساعده ديالنا من الصغار ملي كيكبروا كنقدروا نعتمدوا عليهم، وديك الساعه ما كيقدروش يرفضوا لينا حتى حاجه. ملي قلنا لهم عاونونا كيعاونونا. ومن بعد كناخذ القالب اللي كندهنوا بالزيت ونرشوا بالدقيق، وكنضيف الخليط ديالي، كندير غير الطبقه الاولى بحال هكا، وغادي نضيف الطبقه ديال هاد صلصه البرتقال اللي كتجي لذيذه بزاف وغتعطي واحد المذاق زوين في هاد الكيك. ودابا كنزيد الطبقه اللي بقات، ومن الفوق غادي نزينها بالشوكولات فيرميسيل. كما كتعرفوا الاطفال كيعجبهم الشوكولات، كنزينها بهذا الشكل هذا وندخلها الفرن درجه حراره يعني متوسطه. كنشعلو لتحت حتى كطيب، ومن بعد نشعلو الفوق باش تحمر. ومن بعد كنعطيهم الالعاب يلعبوا شويه، كما كتعرفوا في هذا السن هذا كيبغيو يلعبوا اكثر، يعني كنعطيهم الوقت الكافي للعب وشبعوا لعب مع راسهم. من بعد ما طاب كما كتشوفوا جا طالع وزينتو بالنطاج وشويه ديال الشوكولا فيرميسيل. انا نقطع لكم واحد المقصو باش تشوفوا كيفاش كيجي. وهالكيك من الداخل بالكريمات البرتقال اللي كتجي كتشهي ورائعه في المذاق. ومن بعد كنجلسوا نتفرجوا شويه، درت هذا الفيلم هذا بصراحه عجبنا بزاف، وكان اقترح عليكم تشوفوه مع وليداتكم وغيعجبهم اكيد. الاسم ديال الفيلم دغول دو بروف، يعني فيلم زوين هكا مره كنتفرجوا مع وليداتنا، كنضحكوا شويه وكنشاركوا الافكار. بعد جلسات كترسم شويه، يعني كتبغي ترسم، الاطفال في هذا السن هذا كيعجبهم يرسموا ويلونوا، عطيتها هكا رسمت هذا الرسم هذا. ومن بعد كنقراو بعض القصص، يعني ضروري نعودوا الاطفال ديالنا يقراو، واخا يكونوا مازال ما كيعرفوش يقراو، ولكن نعتمدوا على بعض القصص المصوره باش نشجعوهم على القراءه، يعني من بعد يولفوا انهم دائما خصهم يقراو بعض القصص، لان القراءه مفيده بزاف اللي كتساعدهم باش يطوروا دينيا وحتى الثقافه ديالهم. بحال مثلا هذا النوع ديال القصص اللي كنعتمد جو دو مو، يعني كيكونوا فيها الصور وكنوريوهم يعني كل حاجه شنو كتعني. ومن بعد كاين هنا لو تيكست مرافق بالصور كذلك اللي ديجا شفناهم من قبل، وهكا كيتعرفوا عليهم وكيستافدوا صافي. يعني كنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات خليوها لي في التعليق باش نزيدكم يعني بعض الانشطه والافكار التربويه مع الاطفال ديالنا. وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، وما تنساوش توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات وتبارطاجيوه مع العائله والاصدقاء، واشتركوا في القناه بالنسبه اللي مازال ما اشتركش، وضغطوا على الزر الاحمر وعلى الجرس باش توصلوا بالجديد. وكنشكركم بزاف مره اخرى، والى اللقاء.